أحدهم يعمل في التشطيبات خاصة في المحلات التجارية، هل يجوز تشطيب محل يبيع السجائر الإلكترونية؟ إن كان هذا المحل تمحض لبيع السجائر الإلكترونية، يعني فقط محل بيبيع سجائر إلكترونية لا يبيع غيرها، مش هي سلعة بين مئات السلع، لقد ثبت ضرر السجائر بيقين، وأصبح الشركات التبغ ملزمة بكتابة تحذير منه على منتجاتها من التبغ بقوة القانون، ومع الجزم بمضرته لا ينبغي أن يختلف القول في منعه وتحريمه وتحريم الإعانة عليه بكل أنواع الإعانة المقصودة أو المباشرة، فقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولما تقر من النهي عن الضرر والضرار، وكون ذلك أساسا من أسس التشريع الإسلامي وقاعدة من قواعده الكلية، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أما إن كان هذا سلعة بين مئات السلع الأخرى التي يبيعها فقد يغتفر اليسير التابع ولا يمنعك هذا من تشطيب المحل، لكن ربما يعني تطهر دخلك بإخراج نسبة منه توازي النسبة من النشاط المحرم الذي يباشره هذا المحل، والله تعالى أعلى وأعلم.